فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أسكن في مدينة الرياض لظروف عملي، وأهلي يسكنون خارجها على بعد 300 كيلو، يقول: كيف أصلي إذا سافرت إلى أهلي؟ إذا من بيتك هناك وأهلك هناك تتم الصلاة لأنها بلدك، وصلت إلى بلدك، والجمع والقصر يكون في الطريق وفي محل العمل الذي ليس من إقامتك، وإنما هو وقت العمل فقط في حدود 4 أيام فأقل، تجمع وتقصر إذا احتجت إلى ذلك. نعم.